Good morning, ladies and gentlemen. My name is Sabri Al-Hilali. I am your guide today. I'd like personally to welcome you in Egypt. Om Dunya. Excuse me, sir? What did you mean by the last words? Om Dunya? Om Dunya? Om Dunya means motherland of the world. We'll begin our tour now with some sightseeing of Greater Cairo. Thank you.
ولا صباح الفل؟ صباح الفل، وبلاش تعمل معايا الحركات دي على الصبح. لولا حبيبتي مخدت يا واحده، عايزه اكمل تمرين. مالكش دعوه بمخدتش، اتفضل روح العب في مخدتك. مخدتي تعيش انت. يا سلام، وانا مالي؟ يا ماما يا ماما تعالي شوفي ابني. قلت لك تعيش انت. والله يهمك يا كابتن فادات، ان شاء الله النهارده اول ما نقبض المكافاه نروح نشتري واحد سان باك اللي هو. يا ابني حرام عليك، حرام عليك، كل يوم تبوظ مخدات البيت بالشكل ده. معلش يا ام صابر، ربنا يخليك لينا. طب يلا الفطار جاهز. يا ابني ما تقعد وتاكل على مهلك. معلش عشان اتاخرت على الشغل يا ماما. انت هتعملي زي اخوكي ولا ايه؟ هتاكلي وانت واقفه؟ يا دوبك يا امي انا هروح البنك اصرف شيك التعويض بتاع المرحوم بابا والمكافاه بتاعته اللي بقالنا سنتين بنجري وراها. هتتاخري لنادي في المستشفى؟ ربنا يستر ما يبقاش فيها عمليات ولا حالات مستعجله. ادعي لي. على السلامه. ثانية يا ليلى، خديني معاك. يلا بسرعه. مع السلامه يا اولاد. سلام يا ماما. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلوا بالكم من نفسكم. حاضر يا ماما. سبع سنين عدوا بسرعه، مش كده يا بانجو؟ بانجو؟ ما احنا نسينا اسم بانجو ده، محسوبك شاطر الارناؤوطي. وبعدين السبع سنين دول كانوا من جتيت يا باشا. على الله تكون اتعظت وتتلم بقى، ولا ناوي تشرفنا هنا تاني؟ توبه يا باشا، توبه، ده مفيش احسن من الاستقامه. نفسي اصدقك يا بانجو، بس حطها حلقه في ودنك، لو لعبت ادينك تاني هجيبك ولو كنت في سبع ارض. وساعتها مش هسيبك الا وانت واخد تأبيدك. وعلى ايه يا باشا؟ ربنا يكفينا شر الحرام. ده الاستقامة مفيش احسن منها. ما اشوفش وشك تاني. مع السلامة. اشتاط يا باشا. شكرا. عفوا يا فندم. بانجو حبيب قلبي. ايوه مراقبه سبيل السلاح والبشاعه. كفرها. ايه افراج ولا زهقوا منك؟ فتحوا لك باب السجن وخرجوه. لو غلاوتك يلا. ده انا خارج لحسن السر والسلوك. عليا امال فين الواد نونو؟ نونو بيجهز القعده النهارده السهره للصبح وعلى حسابي. ماشي اشطاطه. استنى. صباح الخير. صباح النور. ها ازاي الحال النهارده؟ الحمد لله. ما هو البركه في حضرتك يا دكتور. في هي لوحدها يا حاجه؟ وفي حد في المستشفى كلها زي الدكتوره ليلى. هجيبوا الكلام لروحكم. معلش على قلبي زي العسل. لو احتجتي اي حاجه ابعتي لي. ها ربنا يحميك لشبابك يا بنتي. ما تدعي لي دعوه انا كمان يا حاجه. الله، هو انا مش هتدعوى كمان ولا ايه؟ ليلى على فكره بعد الجواز مفيش مستشفى، مش عايز حد يقاسمني فيكي. على قلبك في البيت والشغل. بحبك. بموت فيك. ايه ده؟ يا خبر ابيض، ده انت تعبان قوي يا دكتور. احنا في الشغل. معلش حاسبه لما نبقى في البيت. انا جيت وانا حر من الجو. بموت. ايه اللي اتجنن ده؟ كمان بحبك قوي. عارف كل ما باجي الشقه دي بحس ان انا بجيل اول مره. يعني هما كانت 45؟ لا حسيت. عملت كاس؟ لا لسه. عامله لك مفاجاه تجنن. انا كفايه عليا انك جيتي، اصلك وحشاني قوي. عارف الاجمل المفاجاه اللي انا عاملها لك ايه؟ انا على قلبك النهارده. على قلبي زي العسل. اليوم ده حلو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. عليا النعمة نوم دعية. بانجو نونو بانجو. نونو.
الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ازيك يا نوني؟ الحمد لله على السلامة يا بنجو. راجع السجن تاني. ليه هاد؟ السجن انضف من هنا. اقعد يا بانجو وعيش عيشة اهلك. ماشي يا نونو. بصحة المحبة والجدعانة وبانجو اللي بقاله 7 سنين في السجن. تشكر. انت ما عرفتش يا بانجو ان ابويا مات؟ ليه يا شيخ؟ ما قاليش. هو مين ما قالكش؟ المرحوم. انت ازاي يا بانجو؟ خلاص بقى نونو هتعمل لي دراما ليه؟ خلاص انا كلنا هنتكل على الله ولا مؤاخذه ونموت. خد خد مالكش دعوه ليك عليا اجيب لك اب من بورسعيد. اضحك يا عم انت مسخره بقى. اصل اللي حاسس فيا الله يرحمه اتكل على الله قبل ما اكمل مشروع الديسكو. خلاص بقى نونو خلاص بقى. على النعمه يا جدع لو وراه ولا قدام حاجه كنت كملتهولك، بس انت عارف العين بصيره والايد قصيره. ومين قال لك بقى سفيوم ان العين بصيره والايد قصيره؟ قصدك ايه يا بانجو؟ هنكمل الديسكو. تجننت يا جدع؟ بقى الخرابه اللي احنا لفيناها دي تنفع تبقى ديسكو؟ ده عايز حقنه فلوس. الفلوس جاهزه ما تحملوش هم. بانجو ايه حاطط عينك على حاجه تسرقها ولا هنسرقها معاك؟ واسرق تاني ليه؟ ما اللي سرقته اولاني موجود ويكفي يا ابني. الايه؟ امال يعني ال7 سنين اللي قضيتهم في اللومان استحملتهم ليه؟ طلعت حاسن السير والسلوك ليه؟ عشان اتمتع بالقرشين اللي هفتهم. الديسكو هيتعمل، هنعيش، الفلوس هتجري في ايدينا، هنلعب في البانجو، في العمله، في الخمره المضروبه، فيوتا حاجة تجيب لحنية. اشرب يا نونو، اشرب بركبة في صحة الأيام اللي جاية، في صحة الفلوس. مش بقول لكم مفيش أحسن من الاستقامة. تصبح على خير. إيه يا ري؟ طب معلش استني 10 دقايق وأوصلك. إيه هتوصلي بعربيتي؟ معلش يعني أهو أسليك في السكة وندردش سوا، وبعدين أنا شفت فيلم غرامي إنما حلو أوي، هحكي له كله. هي رحلة لا تقرصيني ولا عاوزة عسل مني. طب حتة عسل صغيرة بس سيب هنا في الشغل. تصبح على خير. وانتي من اهله؟ ما تعوقش علينا يا فيوم، عاوزين نخلص من الفقر بقى. وحياتك لخلصك منه. ياه ملعونة بالفقر. الف سلامة فقر التهوب. ملعونة بالفقر. ده برضه العطقوطه. Thank you.
تعالي هنا ما تبقيش مجنونه. معلش يا بنتي ايه؟ الحقوني فلوس اتسرقت. لا تتعمدي، اعمل معروف اطلب البوليس. لا تتعمدي اعمل معروف. هو حصل ايه بالظبط؟ جدع زي الشحط هجم عليها، انا شفته بعينيه وهو بيتجرجع. عمل فيها حاجه؟ لا ملحقش. طب ايه دي، ما تبقاش اعصابي خفيفه كده؟ شكله ايه الجدع ده؟ طويل وعريض واسمر وشعره منكوش ولابس بنطلون وسويتر جينز وعريان صدره عريان. بس ده اللي فاكره. طيب يا حبيبي، طيب هدي اعصابك ما تخافيش. بص انا جبت لك شكل بشيت على بكره. طيب يا حبيبي حاضر. لا لا حاضر. حاولي تركزي معايا يا دكتوره. ده السكوني شفتيه؟ قلت لحضرتك ما ادانيش فرصه. انا ماشيه لقيت حاجه زي كيس مخده بتلبس في راسي، هشوفه ازاي يعني؟ حد منكم شافه؟ حد يرد عليا، حد منكم شافه؟ لا يا دكتوره. يعني يا دكتوره انت لا شفتيه ولا فاكره اوصافه ولا حد منهم شافه. ايه بقى اللي ممكن اعمله؟ اضرب الرمل؟ انا مش جاي ارمي بلايا على حد، انا جاي ابلغ عن محاوله اغتصاب وسرقه بالاجراء، كنت انا ضحيتها. يا دكتور انا مقدر ظروفك، بس لازم تقدر ظروفنا احنا كمان. حادثه زي حادثتك دي وزير الداخليه لازم ياخد بيها خبر. هنقول له ايه؟ محدش شاف حاجه؟ ده مش شغلك، دي شغلتكم انتوا. من فضلك ايه؟ ايه؟ افتكرت يا بيه؟ ايه؟ شفته؟ لا، انما الباش ما عندي شفت واقف الشباك بتاع اوضته، شفته بعينيا وناديت عليه بيه. وساكت ليه من الصبح؟ خد اسمه وعنوانه وابعته هاتوه بسرعه. افتكرت انا شفت واحده ست واقفه في الشباك، كانت بتنادي وبتقول لي حمدي. الصراخ ده هو اللي انقذني. عدم المؤاخذه يا ست هانم، الشقه دي بتاع الاستاذ حمدي، والاستاذ حمدي عازب مش متجوز. انا متاكده اني شفت واحده ست، اكيد هي اللي شافته. خلاص ست راجل ابعت هات لي تلاقيه. في حاجه ثانيه بيه، المحفظه دي لقيتها جنب الدكتور. تابع دي يا دكتوره؟ لا انا ما اعرفش عنها اي حاجه. نعيم عبد ربه، وهات لي الست دي كمان معانا. حاضر يا فندم. اتفضل. سلام يا غدا، انت لحقت رجعت؟ ايه دي؟ سانسونايت؟ انت بتشتغل في السيرك الدبلوماسي؟ فلوس؟ ما فلوس؟ والله البلية هتلعب معانا يا اولاد. جبت الفلوس دي كلها منين؟ الحكايه طويله احكي لك عليها بعدين. رزق واتحدف عليا، المهم الدنيا هزازة، هنكمل البيت فانونو. شفت لكم؟ مفيش احسن من استانا. الا علي الا علي الا علي الا علي دلحلح ولا لحلحته دلعت ولا دلع. الا علي الا علي الا علي الا علي الا علي الا علي. يا باشمهندس حمدي، بواب العماره بيقول انك كنت واقف في شباك اوضتك وقت الحادثه. ايه يا باشمهندس، شفت الحادثه ولا مشفتهاش؟ انا فعلا شفتها. كان في حد معاك في الشقه؟ حد زي مين يا فندم؟ يعني واحده ست مثلا؟ ست يا فندم، على فكره انا مش متجوز، وبعدين انا عمري في حياتي ما في واحده ست دخلت شقتي. بس انا متاكده ان اللي كانت واقفه في الشباك واحده ست. متاكده ازاي يعني يا دكتوره؟ لا انت اكيد اختلط عليك الامر، وبعدين انا حسب ما عرفت وسمعت يعني انك ما قدرتيش تتعرفي على الراجل اللي هاجمك، يبقى ازاي بقى نظرك جاب لحد الشباك؟ افتكرت، اصل انا وقت الحادثه كنت خارج من الحمام وحاطط فوطه عشان كده ما خدتش بالها، بس انا اللي كنت واقف في الشباك يا فندم. مستحيل، انا واثقه ومتاكده ان اللي كانت واقفه في الشباك واحده ست، زي ما انا شايفاها دلوقتي قدام عينيا. خلاص يا دكتوره، المهم ان احنا عندنا شاهد وشاف الحادثه. شكله ايه الواد بقى يا باشمهندس؟ ها؟ شكله هو طويل. وبعدين؟ يعني هو طويل وعريض وزي الشحط، وكان لابس بنطلون وجاكيت جينز وصدره مفتوح، مش كده؟ انت ادرى، مش انت اللي شفته؟ انا صح اللي شفته. ليلى؟ ليلى؟ مين اللي بره؟ صابر؟
ليلى ايه اللي عملتيه كده؟ ليلى ردي عليا، مالك كده ضايع؟ ايه اللي حصل؟ ليلى ردي عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، طمنيني يا بنتي طمنيني. امين معروف حبيبتي ردي عليا، ربنا يخليكي. طمني قلبي يا بنتي، انا امك، حرام عليكي. صعب الحقني يا ابني، شوف اختك مالها. معلش سيبيها دلوقتي، انا عرفت كل حاجه يا ماما. اسيبها ازاي يا ابني؟ دي بنتي. ارجوك يا ماما سيبيها دلوقتي، سيبيها ترتاح. اتفضلي انت يا ماما. البيه هي دي بتاعتي ومحفظتي اللي سرقوا مني. سرقوا منك امتى وفين؟ امبارح الصبح، واد واخد موتوسيكل مايل عليا وفي لمح البصر كان خطف الشنطه من ايدي، خدها بكل اللي فيها. منه لله بقى، كان سرق بيه كل مرتبي. فاكره شكله نعيمه؟ كدب خيبه يا بيه، مش فاكره اصلا، انا ما شفتوش الا من ظهره، بس خدت رقم الموتوسيكل بتاعه. طب وسبت ليه؟ كام النمر؟ مش فاكره. هي يا بيه، هي 52 245 او 53 245. انا مش فاهمه ايه لازمه وجودي، انا اصلا ما شفتوش خالص، صعب جدا ان انا اعرف اتعرف عليه. معلش يا رامي مش هنغسل حاجه، خليني اجرب بس. اتفضل. ممكن اشوف الراجل ده من ظهره؟ هو ده؟ لا، اللي قبله. اللي قبله يطلع. لف بقى يا انا كمان عايز اشوفه من ظهره. ايه حكايه ظهره دي؟ لف تاني يلا. شكله ايه الجدع ده؟ طويل وعريض ولابس بنطلون وسويتر جينز وشعره اسمر. ها يا باشمهندس، مش واحد من دول؟ ها؟ ايه يا باشمهندس؟ وانا كل ما اسالك على حاجه هتقول لي ها؟ ما تركز معايا شويه، اللي شفته واحد من دول؟ بس اصل انا مش عارف يعني، قصدي مش متاكد يعني. انت مش بتقول شفته؟ ايوه انا شفته فعلا، بس الحقيقه مش متاكد. وانت يا دكتور؟ مش عارف تفتكر حاجه انت كمان؟ ما انا ما شفتوش. المفروض اللي شايف الحادثه هو اللي اتعرف عليه، لكن يا فندم مش عارفه ليه احساسي ان هو الشخص ده. وانت نعيمه؟ انا حاسه يا بيه ان هو الراجل ده، مع اني مش عايزه اظلم حد.
طب اتفضل. والله يا جماعه انا اسف، انا كان نفسي اساعدكم، انما معلش. استاذ حاجه، هو سؤال واحد وعاوزه حضرتك تجاوبني عليه بصراحه. انا تحت امرك يا دكتور. مين اللي وصف لك اوصاف المجرم؟ يعني ايه مين اللي وصف لك؟ انا شفته بنفسي. انت كذاب. ليلى امسكي اعصابك. الاستاذ ما شافش حاجه، لانه اصلا ما كانش واقف في الشباك ساعه الحادثه. امال مين بقى اللي كان واقف في الشباك؟ خيالي. اللي كان في الشباك واحده ست، هي متجوزه ولا ايه؟ انت ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا واثقه ومتاكده، ولولا صوتها العالي وهي بتنده عليك ما كانش المجرم ده سابني. لا ده انت الظاهر الحادثه اثرت على اعصابك. في حاجه انت ناسيها يا باشمهندس، اللي حصل لي ده ممكن بكره يحصل لاختك وبنتك او مراتك. عموما انا قلت كل اللي عندي، انا اذنكم. مع السلامة، المشوار بينا لسه طويل. انت ليك ثواب يا ابني. ما ترد. لا بيه، ولا عمري دخلت اسم قبل كده. انت بتشتغل ايه يا ابني؟ كومسيونج يا بيه، بياع صريح يعني ولا مؤاخذه. كنت فين ليله امبارح؟ ابدا بيه، صليت العشاء ورحت على البيت اتعشيت، نمت اتخمدت يعني ولا مؤاخذه. في حد شافك؟ اللي بيصلي في جامع بيه محتاج شهود ولا مؤاخذه؟ وفي حاجه بيه ولا مؤاخذه يعني؟ شكلك مش عاجبني. عمر ابويا وشقه مش هيروح حضر. الفلوس اللي ضاعت دي تمن حياته وشقه عمره. اهدي يا ليلى، ارجوك اهدي. اهدي ازاي يا صابر وانا شايف ابويا بيموت تاني قدام عينيا؟ الفلوس دي كانت الامان الوحيد لحياتنا ومستقبلنا انا وانت وماما. ونسيت احنا كنا بنحلم بايه؟ ازاي دلوقتي هنقدر نخلي ماما تروح تحج؟ وانا ازاي هقدر افتح العياده بتاعتي؟ صابر رايح فين يا ابني؟ صعب. ماما مالك حاسه بيه؟ مفيش حاجه، انا بخير يا ليلى. فداك الدنيا كلها انت واخوكي. السلام عليكم. نونو كفاره فيومي. اخروك كده ليه؟ بعدين احكي لكم. المهم في واد قطرن بره عايزكم تربوه، غالي والطلب رخيص مش مستاهله. اتوصوا بيه بس، ومش عايز فيه عظمتين على بعض. ماشي اوكي. يلا ورايا نونو. انا نسك امك. ايه دي؟ ايه يا ابويا انت؟ ايه اللي تعبك هنا يا ولد؟ مش عارف ان دي ارض الضفادع؟ ارض الضفادع ما تعدمها تاني. ما اشوفش خلقتك هنا تاني. كلمه يا ولد تتساوي. اهلا هو انا ماسك 42 اذا كان نونو 36. في ايه؟ الوضع معصلك معاكم للدرجه دي؟ مش قوي. تعال تعال يا حلاوه. انت اللي عامل لي فوق مفتح. اكلك كمونس يا سلام بخفيف. النص كمونس كمونس بعيد. انت
فضلك لو سمحت اوضه صبر الهلال فين؟ الاوضه اللي جايه دي. تعالي يا ماما. يا رب خير. صبر ابني، مين اللي عمل فيك كده يا ابني؟ رد يا صبر، انت نزلت رحت فين؟ مين اللي عمل فيك كده؟ رد عليا. اكيد هو مش كده يعني، شكي في محله. صابر، ده الدليل الوحيد ان الكلب ده هو اللي عمل عملته. رد عليا. مش قادره اصدق، احنا عايشين في ادلس وزي جيراننا ده كله عشان ما احنا غلابه وفعلا. لا لا ليلى، دكتورة افتكر في بينا كلام. كلام ايه؟ مين الست اللي كانت واقفه في الشباك؟ ست؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه بالظبط. انت فاهم كويس قوي انا بتكلم عن ايه. طيب ارجوكي وطي صوتك. يبقى جاوبني على سؤالي. على فكره انا مش ملزم اقولك على اي حاجه، انا اللي عندي قلته في البوليس. انت كذاب، وانا بديلك وبديلها اخر فرصه عشان تروح تقدم نفسها للشهاده. يكون في معلومه، انا يا قتله يا مقتوله، حقي مش هيضيع ومفيش حاجه ابدا هتقف قدامي. انا بحذرك من دلوقتي. دي ورطه ايه المهببه دي؟ الو ميرفت. يا ميرفت من فضلك اسمعيني، ما انت لازم تشوفي لنا حل في الورطه المهببه اللي احنا وقعنا فيها دي. ورطه ايه؟ الست الدكتوره اياها مصره انك تروحي بنفسك البوليس وتتعرفي على الشاب اللي هاجمها. انا مش عارف اتصرف. انت اتجننت؟ انت عارف ده معناه ايه؟ انت ازاي تتصور اني ممكن اخش اسم بوليس؟ طب وانا اعمل ايه بس؟ ما تتحرق بجد انت وهي. بقول لك ايه؟ ده مش لمصلحتك يا حمدي، ويكون في معلومه لا عايز اشوف خليتك ولا تكلمني تاني. صباح الخير. صباح النور. انا عارف ان الوقت غير مناسب. لا معلش، للضروره احكام. هو سؤال واحد، الجلد ده اللي اعتاد عليك بالضرب؟ ما ردتش عليا، هو اللي اعتاد عليك بالضرب؟ لا، ابني ما يعرفش حد، ابني ما شافش مين اللي ضربه. سيبوا ولادي في حالهم بقى، كفايه اللي جرى لهم، حرام عليكم، ولادي مش حامل الناس ولا زنتهم، سيبوا ولادي في حالهم. لو ابني يا صابر، هو ولا لا؟ لا. متأكد؟ مش هو. لا هو، ما تخافش يا صابر. أنا واثقة إن هو ورا كل البلاوي اللي بتحصل لنا. للأسف شهادتك مش مطلوبة، لازم هو اللي يقول. اتكلم يا صابر، اتكلم. ده كلب ولا يسوى. أرجوك يا دكتورة، اللي بتعمليه ده خروج على القانون. قانون؟ اللي زي ده لازم يكون في قانون تاني يتحكم فيه. رضينا أو مرضيناش، لازم نعيش بقانون واحد. القانون ده هو اللي بيحميني ويحميكي وبيحمي واحد زيه. انا مسامح في حق المره دي عشان خاطرك يا باشا. الدكتوره معذوره يعني شويه. حقك جت كف حقك، مش هتفرد بعمتك وعشانك في حمل المشنقه يا كلب. خلاص يا دكتوره، يلا يلا. السلام عليكم. دي الظهر اتوسط بيك قوي. آه نونو، اللي مجنن إن أنا أتهزأ على آخر الزمن. ومن مين؟ من بنت ما تسواش ثلاثة أبيض. أنا بقول عليهم الجنس اللطيف. يا لطيف منهم يا لطيف. لا والباشا ياخدنا على الاسم ويعلقني فين يوجعك فيومي. المهم العملية دي انتهت بإيه؟ البنت الدكتورة ناوية على شهر بس تبقى تقابلني. الموضوع كله طلع في شنك.
المهم اخباركم ايه؟ وقف تمام وقف الغرام. عليك زي ما انت شايف يا فيومي. العملية بقت تمام التمام. روقنا المكان واتفقنا مع حتة مقاول انما ايه؟ عسل صاحب مزاج وهو هيخلص. كلها تلات اربع اشهر وهتلاقي المكان ده فلالي. اللي داخل خارج واللي خارج داخل واللي عاوز يرقص يرقص واللي عاوز مزاج واللي عاوز علاج. علاج ايه؟ علاج ميهوب. ابص شعري امشي قرع لو ما كانش الواد ده من مارادونا. يا ناس حرام عليك، وده لو كان حصل كانت قالته في التحقيق. وتفضح نفسها ويحولوها للطبيب الشارع وتبقى فضحتها بجلاجل ولا ما يشتري يتفرج. طب بس الدكتوره وصلت يا اختي. ليلى، ايه الدكتورة اللي مكتوب في الجورنال ده؟ وازاي ما قلتليش؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي حضرتك قريته بالظبط في الجورنال، ولا ليك رأي تاني؟ مش فاهم. مش مهم حضرتك تفهم، افهم اللي انت عايز تفهمه. على اذنك. ليلى، ليلى. انت ما وراكيش حد غيري ولا ايه؟ لا في غيرك كتير، بس انت اولهم. طيب عايز ايه دلوقتي؟ اسمها وعنوانها. واذا قلت لك لا يبقى هلم عليك امي. لا اله الا الله. والله ده انت مجنونه بقى. اوعي ايدك. ايوه مجنونه يا اخي، حرام عليك، ده شو عمر ابويا كله. قلت لك اوعي ايدك، عندك البوليس. انا ما اعرفش حاجه. ما تعرفش تذمه؟ انا لا سمعت. سمعت اوعي. اهلا يا دكتور كمال. اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ خطوة عزيزة. اهلا وسهلا، اتفضل يا ابني. اهلا وسهلا. يا دكتورة ليلى موجودة؟ ايوه موجودة يا ليلى. يا دكتورة ليلى. دكتور كمال اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ماما. عاش من شافك. الله يخليك. ايه الغيبة دي؟ يعني ظروف. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا ليلى؟ خطوة عزيزة. الله يخليك. تحب تشرب ايه؟ شاي ولا حاجة ساقعة؟ ولا اقول لك انت تتغدى معانا النهارده؟ لا يا ريت شاي. حاضر من عينيك. متشكر يا اعظم حما في الدنيا كلها. متهيألي الكلام ده فات اوله يا دكتور. اتفضل. ليلى، اولا انا اسف. على ايه؟ على انك اظهرت مشاعرك الحقيقيه في لحظه صدق مع نفسك ومعايا؟ ليلى، انسي الخطيب وافتكري كمان لزميلك في الجامعه واللي كان المعيد بتاعك، وارجوكي ما تحرمينيش ان اقوم بواجبي معاكي. متشكره قوي يا دكتور كمال. الو. ارجوكي يا ميرفت لازم تسمعيني. اذا حطيت السماعه هضطر اجي البيت بنفسي. قولي ايه يا ميرفت؟ احنا مش هنخلص من الموضوع ده. مش معقول، ده بقاله شهور. لازم تنزلي تقابليني، المسألة هتفلت من ايدينا، وانا ما بقتش عارف اتصرف. حياتي وسمعتك بقوا على كف عفريت. طيب طيب. هو ده يا ليلى؟ ايوه هو. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ براه طبعا. يلا أفندي. مربط. ليلى، ليلى رايحة فين؟ هي دي الشهادة الوحيدة على كل اللي حصل. معلش يا ليلى، مش بالبساطة دي ومش في وجودها. يعني ايه؟ يعني لازم نستنى الأول نعرف هي مين وساكنة فين، وبعدين صابر لازم يعرف اللي أنت بتعمليه ده.
صبر لا، كفايه اللي حصل له. دي عارفه ومتاكده ان انا مش اللي كنت في الشباك، ده غير بقى انها شافتك كويس وعارفه اوصافك. كده يبقى انا بقى لا اعرفك ولا اعرفها، وتصرف انت معايا. ازاي بس؟ ازاي بس يا ميرفت؟ دي كمان طلبت مني واصرت انها تعرف اسمك بالكامل وعنوانك. لو اسمي جه في الموضوع ده هتخسروا قوي انتوا الاثنين. ده انت بقى اللي بتهدديني اهو يا ميرفت، وانا عارف انك تعمليها، بس انا كمان مورط مش عارف اعمل ايه. دي عايزه تفضحني. طيب شوري انت عليا اعمل ايه؟ ما تديها قرشين يا اخي. هديتها، اضربها، بلغ عنها البوليس، اتبلغ عليها، اتصرف، اعمل اي حاجه. بقول لك ايه، حلو عني انتوا الاثنين، ده لمصلحتك يا حمدي. ميرفت، ميرفت انت مفهميني بس يا ميرفت؟ حاولي تفهمي الموضوع. يلا يلا نمشي وراها. ايه يا صابر، حالك ايه النهارده؟ الحمد لله. بتهيألي احسن كتير من النهارده. بارك فيك يا دكتور. حاسس كده انا هكتبك على خروج بكره، بس اهم حاجه يا صابر انك تواظب على التمرينات الرياضيه وتجيلي الاسبوع الجاي. ها بكره بكره الفرح والله وهتلعب معانا البلية يا عيال، وهنركب احسن ترومبينات وهشغله لكم زي الساعة، بس اللي اقوله شرط اخر نور يا بانجو. انا الكوتش المدير المسؤول يعني. ماشي يا بانجو. ماشي، وانا المسؤول عن المزاج. الكيف ده لعبتي، بانجو ملك المزاج والعلاج. طب وانا؟ صحيح، والنونو. نونو البلدوزر اللي هيحش اي حد يقف في سكته، اداه قدود يا فيوم. مش قلتلكم مفيش احسن من استهامة. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? My name is Sabir El-Hilali. I am your guide today. You are fortunate today to be standing on the great land of the Pharaohs, the greatest and the oldest civilization, and one of the great seven wonders of the world. Now you can see and touch history right in front of you, hidden underneath this land. Secrets of the ancient Egyptian. Secrets which modern technology is unable to solve until this moment. Let's all pray to God to give us the power and strength so we can bring back to Egypt its great civilization and provide the world with the light of truth, light that will never die. في ذاتك.
مصر خالدة، مصر خالدة. صافي صافي صافي. أرجوكي استوري نفسك. استرني أنت. أنت مين؟ حقيقة ضيعة. ضيعة؟ وحلاقيك إزاي؟ دور عليا في الشمس. الاقتراب من الشمس احتراق. الاحتراق في سبيل الحق خلود. ما اقدرش استحمل نارها. الشمس لطالب الحق نور مش نار يا صابر. الأستاذ فتحي خليه يدوك فلوسك. Thank you.
اتفضل يا فندم. عايزة ايه؟ طالبة مساعدتك. في ايه؟ مش عارفة كويس انا عايزة منك ايه. وانتي طبعا عارفة ان ده مفيش. انا عارفة انك ست متجوزة وان طبعا ده ممكن يعرضك للحرق، لكن احنا ممكن نفكر في مليون حل يبعد عنك اي شبهة. ارجوكي الفلوس اللي اتسرقت دي كل حياتنا، طبعا عمر ابويا اللي راح، امان لمستقبلي انا واخويا وامي. ارجوكي ارجوكي يا فندم. للأسف مفيش بإيدي حاجة ممكن أعملها لك. أرجوكي ما تدفعنيش باليأس. إيه ده؟ تجري تهدديني في بيتي؟ طب امشي اطلعي بره. ما كنتش متصورة إنك بالبجاحة دي. مش خايفة أبلغ جوزي؟ اخرجي وأوعي تهوبي ناحية البيت ده تاني، وإلا هيكون مصيرك السجن. الظاهر يا شاطرة أنت ما عرفتيش الاسم اللي موجود على الباب كويس. ابقي قريه وأنت خارجة. مين ما تكوني؟ حقلي مش هسيبه أبدا، هجيبك برضاكي أو غصب عنك. قلت بره. بكرة ايوه اكلم شوكت بيه من فضلك. معقوله واحده في مكانتك وتعليم التصرف تصرف زي ده؟ انت عارفه دي مرات مين؟ هي الشاهده الوحيده وانا عايزه ارجع فلوسي. ما تقدريش تجبريها على الشهاده طالما هي رافضه، كمان ما عندكيش دليل واحد انها شافته. وانا مش هسيبها الا لما تيجي وتشهد بالحقيقه. مش هي تغلط وانا ادفع ثمن غلطتها؟ ارجوك يا فندم ارجوك تساعدني. تاكدي ان انا في صفك، لاني حاسس بمشكلتك وعارف انك صاحبه حق، بس أرجوكي وده لمصلحتك ابعدي عنها قبل جوزها ما يعرف بكل اللي حصل. اللي زي دي وجوزها ما يهمهمش من الدنيا غير شكلهم ومظهرهم قدام الناس. انا اسف يا دكتوره، مضطر اخد عليك تعاون بعد ما التعرض ليها. تضحكي عليا على التعهد اللي عايزين تاخدوه عليا. قتيل بيتقتل وعايزين تاخدوا عليه تعهد انه ما يقولش اه. بالذمه مش ده شيء يضحك؟ ايه يا صابر اللي انت بتعمله ده؟ هو ده اللي هيحل المشكله؟ يا صابر ليلى ماشيه في سكه خطا. ميرفت من فضلك انا صابر اخو دكتوره ليلى. يا حلو عني بقى. مش معقوله كده يا مجنون. ايه ده انت عايز تجيب لي مصيبه؟ حفرني بقولك حفرني. مش معقول كده، عاوزين مني ايه؟ كلمتين ارجوك اسمعيهم. اتفضل قول وخلصني. حواريكي بس الواد اللي ليلى بتتهمه، كل المطلوب منك تقولي لي هو ولا لا. وبعدين؟ مش هيكون ليكي دخل باي حاجه، وده وعد مني صدقيني. موافق عشان اخلص.
اتفضل. ده كان يوم اسمي. What? المكان زحمة قوي، ممكن اي حد يشوف، وبدل المصيبة هتبقى اتنين. طب اتفضلي. انت اتجنن؟ معلش. اتفضل ايه؟ ارقص. خير يا بانجو، عرفت يا مين؟ وريتني ما عرفت يا بروبا، مش فاهم، دي تهمه ماشيه على رجلين، سكتها كلها دبابير. وضح كلامك. اسمها ميرفت، متجوزها واحد ايده طايله. كل ده مش مهم. امال ايه هو المهم يا بروبا؟ الهانم تاخد تاشيره خروج يا بانجو. طب ازاي؟ نبعت لها واحد يقتلها يا دكتور. طب وبعدين؟ نقتل. طيب ولو اتماسك نروح كلنا في شربة مية؟ لا، دي لعبة كبيرة قوي وعاوزة لعيبة غيرنا. صح يا نونو؟ كلامك صح يا بانجو. لعبة عايزة راجل. احنا تعبنا كتير اوي لحد ما وصلنا للي احنا فيه، وحرام، ودا
البيئة ده كله بخطط. متزعلش يا مربى. المقابلة انتهت. بانجو! نونو! أنا لسه فيوم يا أبو ركبة. ألو؟ هو انتي عاوزين مني ايه تاني؟ ارجوكي امشي، جوزي زمانه جاي. انا مش مرهوله من هنا الا لما يجي جوزك. تبقي مجنون يا ستي، انا هديكي اللي انت عايزاه. انتي اصلك مش متصوره ممكن يجرالي ويجرالك ايه لو عرف. هيجرالي ايه اكتر من اللي جرالي انا واخويا ومن غير ذنب؟ ارجوكي ارحميني بقى. وانتي ما رحمتنيش ليه؟ يعني مفيش فايده. حاضر يا دكتور، انا هنفذ لك كل اللي انت عايزاه عشان اريحك وارتاح انا كمان. استنيني بقى لما اغير هدومي عشان اجي معاكي. الو مديرية الأمن، اكلم شوكة بيه لو سمحت. انا نفسي اعرف انت قتلتيها ليه؟ ليه؟ قتلتيها ليه؟ ما قتلتهاش، ما قتلتهاش تاني. الشهود شافوك وانت خارجه من عندها، والحاجه لسه في ايديك. انا كنت مزهوره ومرهومه مش عارفه اعمل ايه. ما قتلتهاش، ما قتلتهاش. امال مين اللي قتلها؟ انا ما اعرفش. انا جالي تليفون بيهددني بقتل اخويا لو ما بعدش عن الموضوع ده. خفت عليه وجريت عليها زي المجنونه. قلت لها انا مش هسيب بيتها الا لو جت وشهدت بالحقيقه. ووافقت، وافقت انها تقول الحقيقه. طلعت فوق تغير هدومها، سمعت الصراخة وجريت زي المجنونة. دخلت لقيتها مخنوقة ماسكة الحبل من ايديها. في ايه الست هاني مالها؟ ما انا قلت لحضرتك اخر مره كنت رايح اجيب حاجات من السوبر ماركت اللي في اخر الشارع، رجعت لقيت الشغاله بتصرخ وبتجري على السلالم. جريت وراها ببص لقيت الست نايمه على السرير وقطع النفس خالص. ومنها لله بقى، انا شفتها بعناية دول ماسكه الحبل ورمته في الارض اللي خنقتها بيه. فندم، انا بقالي 48 ساعه بتحققوا معايا من مكتب لمكتب، والله ما قتلتها. صدقوني اعملوا فيه اللي انتوا عايزين تعملوه، بس انا عايزه انام. ابوس ايديكم خلوني انا مرتاح. وقد قررنا تجديد حبس المتهمه على ذمه القضيه حبسا مطلقا، وذلك تمهيدا لتقديمها للمحاكمه بتهمه قتل السيده ميرفت بدران مع سبق الإسراء والترصد. خذ العسكري. علاوي رجع الشم وسنينه. اخرس يا ولادي.
ايه ده؟ بنت تتعب لي كده مالك؟ انت جايه في ايه يا بنت؟ ابيض ولا اصفر؟ ها؟ ردي. ما ترد يا بنت. انا جيت في البوكس. باين عليها خام قوي. تكونيش من الاداب يا بنت؟ انا طب القاهره. حلوه دي. طب ردي عليا. انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ يعني شرفتي هنا ازاي؟ ردي. ردي عليها. مظلومه والله مظلومه. ما قدرتش. ما قدرتهاش. هي مين؟ مين اللي انت ما قتلتيهاش؟ اتردي يا بنت. اتردي يا بنت. سلام. اتنامي ده. اتردي يا بنت عليا. ابوس ايدك. اسمعي انا عايزه تنامي. فاتي يا بنت. فاتي يا بنت يا ولاد. فاتي. اوعوا وسعوا كده. شيلي شيلي. ايوه. ما ضحكنا معاك يا ابو ركبه. كان بودي. بس انتوا اللي طلعتوا اندال وبعدها لك يا فيومي. ايرو عشان تعرفوا ان فيومي ابو ركبه مش اي كلام. لا ده مخ ومخ كبير قوي. معقوله؟ في ايه يا بانجو؟ انت الدكتوره ايه قتلت ملفت؟ ماليش دعوه انا يا حبيبي ولا حد جاب سيرتي. ابقى كده ضربت عصفورين بحجر. أخلفة إبليس. لا ولعبتها حلوة يا أبو ركبة. وكان لازم تتلعب كده. مش حتة بيت زي دي اللي تضيع في يوم أبو ركبة. يعني أنت اللي قتلتها؟ أيوة أنا اللي قتلتها. وقتل أي حد يقف في طريقي. هربت يا فندم. هربت ازاي؟ حسب كلام العسكري المكلف بالحراسه يظهر ان هي عمليه مدبره، وده واضح في التقرير اللي قدام سيادتك. والجميل بقى ما يحبش يسافر؟ مالكش دعوه بالجميل. الجميل ده في حمايه انا، فاهم ولا لا؟ ولم تعابينك في جيبك. انا لولاها كان زمانك بتقرا عليا الفاتحه في القرافه. ليه بقى كفى الله الشر؟ اسكت يا عدو. كلت اكلة زفرة في التخشيبة. جالي تسمم. وعينك ما تشوف الا النور. لولا الشابة الطيبة الطاهرة دي كان زماني مش قاعدة معاك دلوقتي. انا مديونة لها برقبتي يا عطوة. وانا بقى عشان خاطرك يا توحة هضم رقبتي لقبتك. هو فين؟ ابعد عنه. ده واجب ده حرام. وحاصلينك لو قلت لك على مكانه. سيبهن انت بس. التعبان اللي زي فيومي ده محتاج لحيه تلدعه ما بين عينيه. انا بقى اللي هخدم الدكتوره بعناية. ارجوك تقول لي هو فين؟ فيومي بربة قاعد في عيش تعبير وانا خايف عليك وانت صعبان عليا. بعد اللي عمله فيا مفيش حاجه تصعب عليا ابدا. Please, I'm a girl, man. She might be like a table. You can see me.
يا انت كل حاجة هاجي انا احلها. عندي 50 صندوق ويسك متهربين من الطيارة دلوقتي. متهربين ولا مضروبين؟ وش عرفك متهربين؟ وانا شاري. خليك برا خد لك كاس ويسك على بال ما اجيلك. يا عنتر خلصونا بقى بالواد ده بقى. Your love's got me high, I'm long to get by. This heart is forever, love is the answer. I hear your voice now, you want my choice now. The love will bring you heaven to my heart. At your call I hear the harps and angels singing. And you know how I feel, this thing can't go wrong. I can't live my life without you. يبقى ما ينفعش هنا يا جميل. أمال فين؟
فين؟ في الجنة. يلا 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 يا عيوني. وانا بقى ماليش في الام والله. لا كمان خلص الديسك وتعالى لي. ماشي ماشي. مفيش احسن من الاستام. اول مره اذكر من غير ما اشرب كتير. عليك يا فيومي، قلت لك ما بحبش السكرانين. خلاص افوق علشان خاطرك يا جميل. بس الكلام ده الصبح. الصبح ليه؟ فوق دلوقتي عشان احب. افوق وتحبيني؟ طب ازاي يا مؤاخذة يعني؟ يا فوق الله، المية هي قدام والخضرة حواليه والوجه الحسن بين ايديه. فوق. أنا هعوم في مية نار علشان خاطرك يا جميل. كده حل. خلاص فقت. آخر فوقان يا ست الحسن. يعني عرفتني يا فيومي؟ عرفتك. حد يتوه عن الأمبولا. أمبولا. تبقى لسه سكران، لأنك فعلا تعرفني من زمان. في الليلة سودة زي دي كان معايا 70,000 جنيه، خدتهم وهربت زي أي جبان. الدكتورة. أما أنا طلعت حمار بشاب. بالظبط، حمار وغبي. ودلوقتي جه وقت الحساب يا فيومي. حساب؟ ماشي. تعبت ليك يا دكتور. عمر. فلوس يا فيومي. 70,000 جنيه. موجودين. وعليهم الأرباح كمان. يا جابر! اوعى تفتكر انك هتخلصك مني يا فيومي. يا جابر! انا يا فيومي هخلص عليك. انا بقى ما خلصت منه. مسكاني وسطك جنوبك تمسك مشرع تصرخ بيه ارنب. خدها خدها على المحطة يا جابر. Chora, Lucy, foi em um dia só me fez chorar. Chorando estará a lembrar-te, amor, que um dia não soube cuidar. Chorando estará a lembrar-te, amor, que um dia não soube cuidar. A reputação vai estar com ele aonde for. Sorria. مفيش أحسن من الاستقامة. Dança sozinha, provar e murmurar. O amor faz perder e encontrar. Lombando estarei ao lembrar desse amor. Por dia, instante foi Yeah.
النس يا كمونس، عاوزنا نروح البوليس برجلينا؟ لا معايا تاكسي بره. انت قد ما تفتش ده انت عظمك طري، وعشان انت عظمك طري انا مش همد ايد عن التاني. ياهو ياهو. يمكن عاوز يموت. ولا عودنا نموت من الجوع، وكمان بنشتغل بشرفنا. بس دول ناس مش شرفة، سرقوا فلوسنا وحاولوا يغتصبوا اختي. بانجو نونو، مفيش داعي للعنف، انا بحذركم لازم تيجوا معايا البوليس. اشمعنى يا خفيف؟ علشان القانون ياخد مجراه والحق يرجع لاصحابه. يبقى بتحلم يا صرصار. Thank you.
مفيش احسن من استقامة. فيومي هو اللي قتل ميرفت. انا يا دوب جبت له العنوان. وهو اللي سرق فلوس اختك، وهو اللي مؤاخذة حاول مؤاخذة. ومستعد تقول الكلام ده للبوليس؟ واقوله في الاستاد وعلى الهوا. بس ايدك الكريمة دي ما تجيش لحياتي. فين فيومي يا ابو رجبه؟ في القنبلة، لا مؤاخذة قصدي في مين؟ النونو؟ ايوه نونو. بانجو يا بيه، مفيش احسن من الاستقامة. البنت فين؟ متعلقة في البرج. وسايبها ليه؟ خليك جنبها ما تسيبهاش، وابعت للرجالة. عمرك يا يلا. جاي لوحدك ولا معاك الدادة؟ جاي لوحدي. انت قاعد عبيط هاد. انا صابر الهلالي. وطلباتك ايه يا ابن الهلالي؟ تيجي معايا على البوليس. بوليس؟ ماشي، هاجي معاك البوليس، بس مش قبل سيكا ما يدلعك. سيكا!
مش هتخرج من هنا، لا انت ولا اختك الدكتورة. الواد ده بقى شرب من النيل وهو نايم. قطعوه
انا الواد ده خاطر. ازيك يا باشا؟ في حاجه يا باشا ولا مؤاخذه؟ انا يا اخي شلت لك شكلك يا حبيبي. اطلع باخ يا حلو، موتك هيكون على ايديا، انا اللي هموتك. مبروك البراءة يا دكتور. أخيرا صدقتني بريئة. إحنا لوحدنا ما نقدرش نعمل كل حاجة، لازم كلنا إيدينا تبقى في إيدين بعض. مبروك البراءة مرة تانية. يعني أقدر أروح دلوقتي؟ طبعا، بس بكرة لازم تشرفيني عشان نخلص بعض الإجراءات. وفلوسي؟ أكيد هترجع لك. ألف شكر. لا، أنت بقى مش هتقدر تروح. ليه؟ مطلوب للتجنيد. حقيقي؟ ده أنا أكون أسعد إنسان. بس أوصل ليلى البيت وأبوس إيد أمي. أوعدك هكون عندك الصبح. وافق.